بين الحقيقة والخيال، دمية مستنسخة بملامح بشرية وصفات طفل صغير قد تسرق قلوب ملاكها من الأطفال. اللعبة الجينية جينبتس التي ظهرت مؤخرا في كندا والتي يدخل في تكوينها حمض نووي يجمع بين جينات حيوانية وربما بشرية، يجعل منها طفرة علمية مخيفة في مجال الهندسة الوراثية. شعور الأبوة والمسؤولية يود أن يعيشه الأطفال مبكرا، من هنا تأتي رغبة الأطفال في اقتناء مثل هذه الدمى، إذ تتصف لعبة جينبتس بأنها تموت وتنبت لها أسنان وتتنفس كالكائن الحي، ويبلغ سعرها 800 دولار، وقد تعيش لمدة 3 سنوات برعاية الطفل وتموت في حال الإهمال والمعاملة السيئة مثل أي كائن حي، مما قد يؤثر في نفسية الطفل وشعوره بالفقدان. يتماشى هذا المشروع المستنسخ من وجهة نظر صناعه مع التكنولوجيا العصرية، فيما تضاربت الفتاوى في جوازه شرعا، نظرا لأنه كائن مستنسخ من البشر تداخلت فيه علوم الهندسة الوراثية والجينات. هؤلاء الماسون عندهم قدرة عالية جدا تفوق كل قدرات البشر، عندهم قدرات هائلة. زعيمهم عنده قدرات عظيمة جدا، أوتي كما قلنا في الفيديوهات السابقة آيات، يستطيع أن يعمل المعجزات، أن يعمل الأشياء المبهرة. يعني اسمحوا لي كذلك في مداخلة، يعني هل تظنوا أن بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر ثم الله عز وجل فلق لهم البحر وكانت السبب عصا موسى، يقال أن الأعداد كانت حوالي 500 ألف أو أكثر من 500 ألف من هذا الشعب، هل هؤلاء الناس أغبياء لدرجة أن واحد يأتي منهم ويصنع لهم عجل من ذهب فيترك الإله الذي فلق البحر له، يتركوه ويعبد هذه المادة الذهبية؟ هم يعني ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، ولكن الفعل الذي أحدثه أمامهم السامري ألا وهو المسيح الدجال. ويعني المقام لا يتسع أن نعيد كل الدلائل والأدلة القوية التي قدمناها على أن السامري هو المسيح الدجال، الآن المقام لا يتسع، لكن هذا الفعل الذي صنعه أمامهم أبهر عقولهم، أخذ عقولهم، أخرج لهم من هذا المعدن من الذهب عجل بلحم ودم، عجل له خوار. فحجم الفتنة كبير، حجم المكر شديد جدا. لذلك الله عز وجل وصف هذه العصابة، قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Põe aqui os detalhes do rostinho dela, sobrancelha, na pálpebra tem microvasinhos, microespinhas. Os cílios dela foram implantados, fio por fio, o outro olhinho, que ela tem manchinha na testa, tem veias. Aqui tem um arranhãozinho, tem microvasinhos em todo o rostinho dela. Aqui dá pra ver bem os microvasinhos, textura de pele. Aqui tem uma microacne. Aqui no narizinho tem os mimos que bebezinho costuma ter, assim no narizinho. Tem microvasinhos no narizinho também. Algumas brotoejas. A boquinha desse kit, eu sempre falo, esse é o terceiro que eu faço e eu sempre fico muito encantada com essa boquinha. Aqui essa mãozinha, tem as unhas crescidas. Essa parte da unha, né, que tem esse branquinho. Que a gente tem, que acho que é o leito da unha, né? Aí aqui eu fiz a pintura de descamação de pele, que bebezinho costuma ter. Não são todos que tem, né? Mas tem muitos bebezinhos que tem, que ficam com essa descamaçãozinha na pele. Então, nela eu fiz. Não é todo bebezinho que eu faço também, né? Porque
para seguir o realismo mesmo, né? Que nem todo bebezinho tem, então eu faço o pezinho desse kit, como eu sempre falo, é incrível. Eu não tenho palavras. A Bonnie Brown, que é a escultora dela, é incrível. Parece que eu tô com um pezinho de bebê de verdade na mão. Olha o formato. É um tipo de kit, assim, que tem tantos detalhes que eu demoro mais para pintar. É, esses kits, assim, quanto mais detalhes tem num kit, assim, quanto mais o escultor fez, assim, detalhezinhos, mais tempo a gente demora para pintar. E é uma delícia, né? Pintar esses detalhes. مرة أخرى نعود إلى السامري. قال موسى عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أي هذا العجل الذي صنعته وجعلت فيه حياة. طبعا المفسرون يقولون بأن هذا العجل بدون حياة، عجل من ذهب، الريح يدخل في فمه ويخرج من دبره فيخرج صوتا، هذا الصوت إن صح ما يقولون لن يكون خوارا، يكون صفيرا. ثم شيء أقوى من هذا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه، أي بعد الحرق سيتحول هذا العجل إلى رماد، لأن النسف هي التذرية، النسف هي التذرية. لنحرقنه ثم لننسفنه، أي نذرينه. لو كان هذا العجل من ذهب يتحول بعد حرقه إلى كتلة، يسيح تصبح كتلة، الكتلة لا تذرة. الله لا يخطئ في اللغة عز وجل، الله عز وجل ليس مثلنا أن يخطئ في اللغة، الله لا يخطئ، الكتلة لا تذرة. إذن هو عجل من لحم ودم،